جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا فاتتني بعض الصلوات كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا فاتتك بعض الصلوات فعليك المبادرة بالقضاء. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إن فاتتك تكاسلا وعدم مبالاة فعليك بالتوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة لمستقبل حياتك، ولا تتهاون بها أو تتكاسل عنها أو تؤخرها عن وقتها، فتكون من المضيعين للصلاة الذين قال الله تعالى فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. واجب المحافظة على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة والمداومة عليها، لأنها هي عمود الإسلام وهي ركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا دين لمن لا صلاة له. نعم.